يعني الجميل دايما انه المهرجان بيقدم لنا كل يوم حاجه مختلفه. احنا يمكن كل يوم بنسمع عن حاجه جديده بتقدم في المهرجان ضمن طبعا الجهود المختلفه لاسعاد اكيد المواطنين ومرتادي المهرجان عشان نقدر نوصل بصوره نهائيه عالميه بتنافس اي مهرجان عالمي بامتياز. خلونا دلوقتي نروح لزميلنا كريم بيبرس عشان نعرف منه اخر الفعاليات هناك في العالمين عامله ازاي. مساء الفل عليك يا كريم. يعني اجواء مختلفه اكيد عندك، احكي لنا ايه اللي بيحصل. مساء الفل يا بسنت ومساء الفل على كل مشاهدينا. يمكن فعلا زي ما انت كنت بتقولي حالا دلوقتي انه كل يوم في جديد في مهرجان العالمين. النسخه الثانيه قلنا هتبقى نسخه اكيد زي اللي فاتت جميله، فيها فعاليات مختلفه، فيها حفلات، فيها انشطه، لكن كمان الحقيقه اللي اتفاجئنا بيه المره دي ان النسخه الثانيه كانت مميزه عن اللي فاتت، اما بنشاطات مختلفه او حتى في بعض الاحيان التطورات كمان اختلفت. خلتني بصراحه يعني قلت بدل ما كل مره نطلع نقول احنا بنشوف ايه، قلت اشوف الناس بتشوف ايه بعينيها. فنزلت اتكلمت مع الناس وقعدت اخد رايهم هنا في الممشى السياحي، رحت مكان المنطقه الترفيهيه والمنطقه الرياضيه، مكان الالعاب الرياضيه بشكل عام، قلت اسمع رايهم واقول لهم ايه رايكم في العالمين الجديده. الحقيقه انا سمعت كذا راي، في ناس كانت بتتكلم على انه المهرجان المره دي مختلف عن السنه اللي فاتت علشان في بعض الانشطه الترفيهيه زياده، يعني على سبيل المثال مثلا في فقره الفنون الشعبيه اللي بتتعمل يوميا من بدايه المهرجان في المنطقه الترفيهيه اللي هو تقريبا يعني في نص الممشى تقريبا، اللي بيجي يبتدي من عند الابراج اللي ظاهره ورايا يبتدي يتمشى هنا، العيله بتتمشى كلها سوا. الحقيقه ان احنا بنلاقي تنوع كمان في العائلات اللي موجوده، بنلاقي عائلات موجوده يعني معاهم اطفالهم الصغيرين، في الشباب اصحاب بيجوا مع بعض بيتحركوا، اما اللي بيقعد على الممشى هنا بيقعدوا يتكلموا مع بعض ياخدوا الصور التذكاريه، كلهم منبهرين الحقيقه. يمكن اكتر حاجه كلهم بيتكلموا عليها فكره الاضاءات الجميله والمختلفه الخاصه بالابراج والخاصه بالممشى السياحي، هم حسب ما هم اتكلموا قالوا ان هي عامله جو خاص وضوء خاص، ويمكن قارنوها في بعض الاحيان ببعض البلاد الاوروبيه وقالوا ان احنا فعلا اللي يدور على بلده بعينيه بنفسه مش محتاج ان هو يبص بره. ده كان حقيقه كلام الناس بنفسهم. اللي اتكلموا كمان على الانشطه الرياضيه، يمكن الناس اشادت كتير جدا بفكره المنطقه الترفيهيه فيها مكان لكورال الجامعات. طلبه الجامعات جت امبارح من وزاره التعليم العالي، عملت رحله لجامعات مختلفه، الطلبه الجامعيين جم من اماكن مختلفه، جم من اسكندريه، جم من المنوفيه، جم من الشرقيه، جم من كذا محافظه الحقيقه اتكلمنا معاهم، وجم من المنيا من الصعيد، جم لحد هنا وعملوا نشاطات مختلفه، لعبوا كره قدم، في منهم اللي عمل كورال وطلعوا غنوا وموسيقى، في منهم الحقيقه الطلبه اللي موجودين في كليه الفنون التطبيقيه وجم عملوا بعض الفنون التشكيليه المختلفه الحقيقه والرسومات المختلفه اللي كانت الحقيقه في بعض الاحيان اما بتوصف بعض جمال المنطقة أو في بعض الأحيان التانية بتتكلم على شعار المهرجان اللي كان مهم كتير جدا منه العالم عالمين، لكن الأهم كمان هو التضامن مع القضية الفلسطينية. شفنا بعض الصور الكتيرة جدا المرسومة فيها دمج للعلم المصري والعلم الفلسطيني، وأكدوا على أن هم فعلا وجودهم هنا يمكن المكان في حد ذاته مديهم إيحاءات مختلفة ومديهم روح مختلفة يقدروا يتعاملوا بيه بنشاطاتهم المختلفة. كمان المميز الحقيقة كمان في مهرجان العالمين في نسخته التانية انه هم عملوا زي نوع من انواع الفصل شويه عن المهرجان الاولاني، وسعوا اكتر مكان النشاطات المختلفه. يعني على الممشى كان قبل كده هنا الممشى الترفيهي، جنبه بعد شويه المنطقه الرياضيه، قدامه الناحيه الثانيه الارينا، كان المكان بيبقى مزدحم شويه. الحقيقه ان هم وزعوا المكان، بقى في اليو ارينا اللي بتعمل فيها الحفلات موجوده من الناحيه الثانيه من طريق العالمين قدام العالمين الجديده، موجوده جنب المدينه التراثيه، المنظر مع بعض عامل منظر جمالي رهيب جدا. المسرح الروماني موجود الناحيه الثانيه، فبيقدر اللي يروح هناك يلاقي كام حاجه مختلفه يعملهم. اللي موجود ناحيه الممشى ممكن يروح النورث سكوير على سبيل المثال، يتحرك في النورث سكوير، يبقى موجود فيها الحقيقه فيها براندات عالميه موجوده، فيها اماكن للمطاعم، اماكن للمشروبات المختلفه، في ناس كتير جدا بالذات الصغيرين اشادوا قوي يعني بالمول. اللي دخل مول العالمين هنا داخل الفندق يمكن شاف ان هو ليه طبيعه خاصه، وانه سقف المول في حد ذاته مدي احساس نفس شكل السماء الصبح بدري بدون شمس، فبيبقى المنظر رائع وجميل جدا. الحقيقه انه شفنا اطفال صغيرين مش عايزين يخرجوا حتى من البول، واهاليهم بيقولوا لهم يلا يا جماعه عايزين نخرج، مش عارفين يخرجوا من المكان خالص. الحقيقه كمان انه المميز في الممشى انه مش بس بيعتمد على ان انت ممكن تتمشى على رجلك، لا
انت ممكن تقعد تتصور، ممكن تقعد مع العيله، ممكن كمان بيسمح انه في بعض الاماكن تركب فيه اماكن مسيره يعني للدراجات يتحركوا بيها للباتيناج. فكل الانواع اللي ممكن العيله ممكن تيجي تستفيد بيها تقدر تيجي الحقيقه هنا في العالمين الجديد. كمان الصبح العيله العالمين الجديد مش مقتصره على بالليل بس، لكن الصبح كمان في نشاطات الحقيقه. اللي حابب يعمل سكاي دايفنج في الهواء موجود، اللي حابب يعمل باراجلايدنج موجود برده، اللي حابب يعمل انشطه هوائيه بشكل عام. فتميزت العالمين في المهرجان في نسخته الثانيه بانه في انشطه هنا على الارض معانا، هنا في انشطه في البحر اللي حابب يعمل اي نشاطات بحريه، في كمان انشطه هوائيه الحقيقه، وده المختلف زي السكاي دايفنج زي ما كنا بنتكلم. كمان طبعا المتحده للخدمات الاعلاميه عامله الشط المجاني لمواطني العالمين، لكن الحقيقه كمان انه اي حد بيجي بره المحافظه يقدر ان هو يخش، تقدر تخش بالمجان، انت تكلفتك بس الكرسي او الشمسيه اللي هتقعد عليها، لكن بشكل عام دخولك للشط ده بالمجان تماما، اي حد يقدر يروح. ويمكن ميه العالمين عشان صافيه ودافيه وليها طابع خاص حقيقه، ولسه كمان يعني نظيفه جدا جدا وبتلمع، فالناس كانت مبسوطه جدا 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 بيها. كمان يعني يمكن الحاجات المنتظره جدا هي حفله يوم الجمعه اللي جايه، وهي حفله تامر حسني، ودي بتختص طبعا بجانب شويه من الشباب اللي اكتر متعلق بفتره الحب، يعني يمكن لقينا الشباب كله منتظر ان هو يروح تامر حسني. الجمعه اللي فاتت كان موجود ماجدة الرومي، قبلها كاظم الساهر، فيمكن الحفلات كمان متنوعه في الفئات، يعني كل الفئات بكل انواعها وافكار واشكالها ممكن تيجي تحضر الحفلات بشتى انواعها. كمان الحقيقه بجانب الحفلات يمكن من اهم الحاجات اللي دايما بنشوفها هي الاهتمام بذوي الهمم وذوي القدرات الخاصه. وزاره الشباب والرياضه هتيجي بكره ان شاء الله معاها جزء من ابطالنا من البارالمبيين، هييجوا يكونوا موجودين هنا، هياخدوا الصور التذكاريه، هيتعرفوا على العالمين الجديده، فكمان هيروحوا المنطقه الرياضيه. المنطقه الرياضيه دي فيها اماكن لكره القدم، فيها اماكن للبادل، اماكن لكره السله، اماكن لكره الطائره، كل الانواع دي موجوده، اللي حابب يجي يستمتع باجواء العالمين موجوده. لكن كمان الحقيقه بجانب البارالمبيين، وزاره النقل قالت ان احنا كمان لازم يكون لينا دور، ازاي هنقدر نساعد الناس في العالمين، ازاي نقدر نخلي الناس تتبسط بالعالمين. فقررت ان هي يعني توفر اتوبيسات فاخره بشكل او باخر، ان هي تقدر تنقل المواطنين ان هم يجوا العالمين الجديده. حددت بعض المحافظات يمكن اللي موجودين دلوقتي، يعني واحنا بنتكلم القاهره مثلا تقدر تتحرك للعالمين الجديده باتوبيس فاخر بيتحرك من الساعه 7 الصبح في محطه عدلي منصور وصولا للعالمين الجديده، وبيرجع يروح تاني الساعه 8 بالليل. في اتوبيس تاني بيتحرك من الساعه 2 الظهر من محطة عدلي منصور، أو عفوا بيتحرك من 4 العصر في محطة عدلي منصور، ويرجع يمشي من العالمين الجديدة يروح القاهرة تاني الساعة 2 صباحا تاني يوم. كمان في أتوبيسات من اسكندرية، وكمان بعد كده هيتم الإعلان عن أتوبيسات من محافظات تانية. فبنلاقي نوع من أنواع التكاتف، يعني وزارة التعليم العالي جابت الشباب الجامعات هنا مارسوا نشاطاتهم، وزارة الشباب والرياضة هتجيب الرياضيين، وكمان بمناسبة وزارة الشباب والرياضة الخميس كمان هيكون في أطلقوا عليها مباراة الأساطير أو المباراة الأسطورية، هيجيبوا أساطير كرة القدم في نادي الزمالك ونادي الأهلي قطبي الكرة المصرية، هيكون في مباراة ودية جميلة بينهم موجودة يوم الخميس. فنلاقي وزارة الشباب والرياضة كمان ليها دور، وزارة الثقافة كمان ليها دور مهم جدا، وهي الفنون الشعبية اللي موجودة في المنطقة الترفيهية يوميا للأطفال. فالحقيقة إنه المكان متاح لكل الأعمار ولكل الناس اللي تيجي تستمتع بالأجواء هنا في العالمين الجديدة. وبرجع لك مرة تانية بس. شكرا ليك يا كريم، وعجبني قوي كمان التواجد وراك عامل ازاي، يعني عجبني ان احنا لسه في نص الاسبوع لكن في ناس كتيره قوي بالفعل موجوده في مهرجان العالمين. بشكرك مره تانية يا كريم.